وزي كفن تبع الموجة. أهلا وسهلا غالي بن علي. أهلا بيك. لبيت شهوالك. الحمد لله. بن علي لقب متاعك كون من بن علي الرئيس السابق؟ لا من ما عندك حتى علاقة. إحنا من مطماتة وهو من سوسة يظهر لي. ما فهم حتى قرابة. لا بالك شي ما نعرفش. اسمك كيفاش تكتب معلق؟ بن علي كلمة واحدة بن علي نقوله إحنا خاطر من أمازيغ تونس نعش. قالوا لحكي لي حكي ولي حكي كيما بورقيبة. قال لهم يفو ليكريغ أون سول مو هكاك نعرفش باش تفرق شوية يعني. أحسن نعرش. رئيس عندك شكون في تونس؟ بورقيبة. بورقيبة من تاريخ أول رئيس جمهورية. عمل برشا حاجات. أنا نحبه. أنت عندك جنسية تونسية؟ بيان سور أنا مولودة في بلجيكا أما عشت في كبرت في تونس. عندك باسبور تونسي؟ أي بيان سور. مش بالضرورة فما شكون مولود البرة لا لا عشت خذيت الباك هنا ومشيت من بعد ما زلت عندي كارد ايدنتيتي متاع عام الباك 87 ما زلت هي ما حبيتش نبدلها حتى لتو ما حبيتش نبدلها ما عندي باك 87 انت اي باك 87 انا طلعت من تونس لو 7 نوفمبر 87 تتفكر حاجة تفكرك في حاجة اي 7 نوفمبر 7 نوفمبر 87 مع بن علي لمتك الحلمة بورقيبة مشي ومشيت مشيت معاه بورقيبة أنت أنا مشيت نهارة اللي بورقيبة مشي والغريب أنه لقب متاعك بن علي أي وما لقيتش حظي وقت بن علي وما لقيتش حظك جملة وما لقيتش تتسويت حظي بعد ما مشي بن علي ما أي لين بعد خاطر قبل كانوا يقولوا لي اسمك كيف الرئيس ما تجيش مغني اسمك كيما الرئيس قلقتك الحكاية هذه انه اسمك كيما الرئيس اسمي ما نجمش نبدلو كنت تفيس معناتها لا والله ما فيست ما نجمتش ما نجمتش ما ساعة ما نفيسش ولا بالعكس كمغنية لا ما جيش اسم مغنية بدل اسمك بدل وبعد الثورة بدل اسمك دونك لا ما بدلتش اسمي ها واسمي هو هو لو عندك القدرة تبدل اسمك شو تسميه بورقيبة لا لا بلادة لا اسمي بن علي اسم جدي ونحبه برشا و سؤالي هو عندك الجنسية التونسية دونك تنتخب انت ولا ليه؟ انا ننتخب عندي مشكلة مع الانتخاب الانتخابات خاطر مثلا ما نحبش الناس اللي عايشة برا كيما انا ويجيو يحكموا على البلاد شكون اللي نجم يحكم فيها خاطر هما البرا معناتها يظهر لي ولاد البلاد يعرفوا خير ما انت بنت بلاد مانيش عايشة في البلاد مش كيف أما كيف اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي تعرف احنا عايشين نسمعوا قيل وقال اما مانيش انا نمن بالتجربه نمن شكون على قيل وقال عايش اي كلنا عايشين مع تليفوناتنا مع والله انا جينيرال ننتخب اللي نحسوا بنيتي معناتها انتخبت ولا ليه اي بعد الثوره انتخبت شكون انت انتخبت برسم ما نقولش معناتها فيت الحكايه ما نقولش وفي بربي وفي ليه ما نقولش نحب معناتها معشكو شكون نجم انتخبنا مثلا ما نعرفش علي معناتها تنجم تكون انتخبت التكتل المؤتمر تنجم تكون انتخبت وقتها فماش نداء التأسيسي هذا بابا انتخبت حما انتخبت حما انا نحب حما حتى اذا كان البارتي نتاعو معناتها ما نعرفش معناتها ما نجمش نتكلم برشا في السياسه راني ما نفهمش اما نحب الشخصيه نحب شخصيته هو ونحب مرتو نحب شخصيتهم كشخصيه نمن بك الطاقه هذيك وهذاك شنو نجم نعمل ما نجمش نقول اكثر شنو تونس شنو محتاجه والمشكله ما فماش حد بالمجد مقنع مش حد مثلا كيما حمام مش مقنع مادام تحبه لا هو باهي اما ما نعرفش كانوا مقنع نحبه هو ويظهر لي باش تنتخب مش باش تعرس نعرف انا كاني باش نعرس كيف عرس وانتخابات كيف بالنسبه هو عرس راهو انتوما غالطين راهو عرس عرس انتخابي يقولوا باش تعيش مع بعضكم على الاقل قداش من عام 5 سنين على الاقل ياسر ثمان ناس تطلق في العام اللي بعده هذا فيهاش طلاق دونك بالمحبه كل شيء بالمحبه دونك الانتخابات الجايه حمى بنعرش هو كيف حم ما تبدلش يعجبني انا الحب اللي هو كلمته واحده